قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمي باسمها إن الهيئة لم تصدر أي قرار بمد التصويت بالاستفتاء على التعديلات الدستورية ليوم رابع. ونشد شريف خلال مؤتمر صحفي وسائل الإعلام بضرورة الالتزام بما تصدره الهيئة، مؤكدا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية. أن اتخذت الهيئة أي قرار إلى الآن بأن يكون هناك تصويتا ليوم رابع؟ لم يحدث أن صدر عن الهيئة الوطنية للانتخابات قرارا بمد التصويت إلى الآن عن حد ليوم رابع.